احنا النهارده بنتكلم على ما يسمى بالمثلثات. طبعا كلمه مثلث يعني معروف ان هو له ثلاث اضلاع كده بقى اسمه مثلث. يبقى ده بنسميه ضلع، وده كمان اسمه ضلع، وده كمان اسمه ضلع. هنا زاويه، هنا زاويه، وهنا كمان زاويه. يبقى اي مثلث في الدنيا له ثلاث اضلاع وثلاث زوايا. طيب تصنيفه بقى، تصنيف المثلثات لما نيجي نصنفها بقى، تصنيف المثلثات، المثلثات بتتصنف حسب حاجتين اتنين. بما ان هي اضلاع وزوايا اذا هي هتتصنف تبع الاضلاع والزوايا. لما نتكلم على تصنيف المثلث بالنسبه للاضلاع، حاجه ان المثلث بالنسبه للاضلاع اما ان يكون حاد الزوايا، وخلي بالكم من النطق، انا بقول حاد الزوايا يعني الثلاث زوايا زوايا حاد، بقول عليه قائم الزاويه، يعني في زاويه واحده بس قائمه، ما ينفعش مثلث في اكثر من كده، منفرج الزاويه. يبقى ده التصنيف بتاع كل مثلث بالنسبه لزوايا. طب تعالى نشوف كده، حد الزوايا يعني زاويته اقل من 90 وبالطبيعي اكبر من 0. اذا اكبر من 0 واقل من 90 يبقى في الحاله دي اسمه حاد. قائم الزاوية يعني احدى زوايا 90. منفرد الزاوية يعني احدى زوايا اكبر من 90 وطبعا اقل من 180. معنى تصنيف المثلثات بالنسبه للاضلاع. بالنسبه للتصنيف الثاني اللي هو تصنيف بالنسبه للزوايا، هنا احنا خدنا الزوايا، احنا ده كان الزوايا. بالنسبه للاضلاع ثلاث اشياء عندي، اما ان يكون متطابق الأضلاع، إما أن يكون متطابق الضلعين، إما أن يكون مختلف الأضلاع. يبقى تصنيف بالنسبة للأضلاع متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين، مختلف الأضلاع. بالنسبة للزوايا حاد قائم منفرد. تعال نشوف تمارين سريعة كده زي ما عندنا في صفحة 146. تحقق صفحة 147، تحقق ألف وباء. السؤال بيقول صنف كل من المثلثين الآتيين إلى حاد، الزوايا أو قائم أو منفرد. طيب هو الشكل الأولاني قدام لنا بيديك زاوية 30 و40 و110، 110 يعني أصبحت أكبر من 90. يبقى الشكل الاولاني اصبح اقول عليها منفرج الزاويه. الشكل بقى مديك زاويه قايمه اللي هي العلامه الحمراء، الشكل عندك عامل كده، ودايما لما تلاقيه عامل العلامه دي المربع ده يبقى اعرف ان الزاويه دي 90. مديلك هنا 55، مديلك هنا 35، احدى زواياه قائمه يبقى اصبح يسمى قائم الزاويه. وهكذا بقى وانت ماشي. طيب بالنسبه لايجاد قيمه زاويه لو كانت مطلوبه، يبقى ده يرجعنا بقى هنا ان مجموع زوايا اي مثلث الداخليه طبعا 180 درجه. يبقى لما نجمع الثلاث زوايا يطلع 180 زي السؤال اللي عندنا في صفحه 147 الفقره ج. اديني مثلث قدامي وطلب مني ايجاد قيمة س، هو هنا بيقول لي هنا س، افترض ان الزاوية دي مثلا 40 والزاوية دي مثلا كانت 100. لما يكون عندي هنا زاويتين، زاوية ب 40 وزاوية ب 100 وعايز مني الزاوية الثانية، المفترض انت عارف ان الثلاث زوايا 180، يعني معنى كده ان س من الدرجات 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي عندي اللي هم ال 40 وال 100. يعني معنى كده 180، 40 زائد 100 140،
يبقى الناتج 40 درجة. يا أستاذ أصبحت دي 40 درجة. طب لما تكون هنا 40 وهنا 40 هنعرف بعد كده أنه يسمى متطابق الطلع. كمان عندنا تمرين تصنيف المثلثات بالنسبة للأضلاع زي ما عندك في صفحة 148. جاب لك مثلث زي الحالة دي كده اللي هو الفقرة ها، قال لك هنا 4 سم، هنا 4، هنا 4، بيقول لك هذا المثلث يسمى إيه بالنسبة للتصنيف بالنسبة للأضلاع؟ واضح إن الأضلاع كلها زي بعض، هذا المثلث يسمى متطابق الأضلاع. بكده أنت تقدر تحل التمارين اللي موجودة صفحة 149 على نفس الطريقة وبنفس الكيفية، وإن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله.